أهلا بحضراتكم من جديد. وسقط الصاروخ الصيني لونج مارش 5B، يمكن ما سبناش في قلق فترة كبيرة زي الصاروخ الصيني السابق اللي سقط تقريبا من سنة، لأننا ما كناش عارفين يعني فين مكان سقوطه. لكن الصاروخ الصيني الأخير يعني لم يأخذ كل هذه الفترة أو المدة وسقط في ماليزيا. يمكن الحكاية بدأت في يوم 24 يوليو الماضي لما أطلقت الصين الصاروخ لونج مارش 5B، وكان بيحمل على متنه وحدة مختبر لمشروع محطة الصين الفضائية، واللي بالمناسبة لا تزال في قيد الإنشاء. وبعد الإطلاق يمكن بأربع أيام تحديدا يوم 28 يوليو بدأ العالم يتناقل أخبار أنه الصاروخ الصيني اللي بيزن تقريبا 21 طن خرج عن السيطرة وفي طريقه للأرض. فين سقوطه؟ ما كانش حد متوقع يعني أنه هيسقط بالشكل ده، لكن النهاردة 30 يوليو يعني بقى يعني مكان السقوط اللي كان صعب معرفته بقى معروف، لانه كمان بالمناسبه الحطام الخاصه بالصاروخ كان بيلف الكره الارضيه مره واحده كل 89 دقيقه تقريبا، لكن في الدقائق اللي فاتت نشر بنفسه مركز الفلك الدولي مقطع فيديو متداول بيرصد لحظه سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا. طبعا خلينا نقول كده في شق انه كابوس سقوط الصاروخ الصيني انتهى، لكن في اجزاء بالمناسبه من الصاروخ مفقودة، يعني لم يعرف عنها شيء حتى الآن. والدليل على كده إنه في مرحلة الصاروخ كان في طريقها للارتقاء الارتطام بالقمر بشكل واضح، لما حاولوا يتعرفوا عليه أشاروا إلى إنه ممكن يكون جزء كمان كتوقعات يعني حتى الآن من صاروخ فالكون 9 لشركة سبيس إكس اللي أطلق في 2015. في ناس أو البعض الخبراء بيعتقدوا بأنه جزء من الصاروخ اللي هو اسمه لونا مارج سي 3 الصيني برضو كان أطلق في عام 2014، بمعنى آخر إنه دي أجزاء من صواريخ تايه موجودة يعني حتى الآن. وحتى ما أنتم بتسمعوا هذه التغطية أو بتشوفوا هذه التغطية، لكن ما يستجد بعد ذلك أكيد يعني هنحب إن احنا نتابعه مع حضراتكم. دمتم في أمان الله، شكرا لمتابعة حضراتكم، نشوفكم دائما بخير، إلى اللقاء.